البارت ده هو اللي احنا بنجهز له بقالنا كتير. البارت ده هو اللي هيفرقك عن اي حد تاني بيتعلم راس. هتبتدي تنفذ الديزاين بتاعك وتعمل له سيميليشن وبعد كده امبلمنتيشن على الهاردوير. الجزء ده مقسوم لاربع اجزاء. الجزء الاول هو الروبوت ديسكريبشن. فالجزء ده هو ازاي هترسم الروبوت بشكل ابستراكت وتوصف علاقة اللينكات او الاشياء جوه الروبوت ببعضها وتهندل الفريمز اوف ريفرنس وعلاقتها ببعضها. في الجزء الثاني هنبتدي ناخد بقى الروبوت اللي احنا عملنا له ديسكريبشن في البارت الاولاني وبعد كده هندخله في سيميليتد انفايرمنت علشان نعمل سيميليشن للانفايرمنت اللي حوالينا وكمان نعمل سيميليشن للسنسورز اللي على الروبوت ونشوف السنسورز دي هتشوف ايه لما تمشي في الانفايرمنت دي. في الجزء الثالث هنبتدي نعرف يعني ايه سلام، يعني ايه سايمولتينيوس لوكاليزيشن اند مابينج، وازاي هنحل المساله دي ونعمل لها سيميليشن ونطلع الماب. في الجزء الرابع هنعمل بقى امبلمنتيشن لكل الالجوريثمز دي على الريل هاردوير بعد ما نكون عملنا لها سيميوليشن، وهنبتدي ننقل من السيميوليشن للريل امبلمنتيشن بمنتهى السهوله، وهنعرف ازاي نكتب نود على اردوينو وازاي نعمل كولابوريشن مع راسبري باي، وهتعرف ازاي كل الكومبوننتس دي بتتكلم مع بعضيها، وهتعرف ازاي الروبوت بيتكلم مع ماشين تانيه زي لابتوب وايرلسلي.